مولود القوس رح تكتر الحركة من حولك ببداية هيدا الأسبوع يلي بيوعدك بالحظ المطلق بظروف أفضل، بتبين عن مهارتك بالتعاطي مع الآخرين والمستجدات بشجاعة وبتقوم بخطوة إلى طابع رسمي. هالأمر بيميز شخصيتك هو جرأتك يلي بتتحدى كل المجالات. البداية حلوة كتير بتخليك تشق طريقك بحرية، مدعوم من القمر من برج الحمل الصديق بين السبت والتنين ثلاث أيام بحلفك فيهم الحظ وبتساعدك بمصالحك، بتقدر تعرف فترة نارية مزدهرة بتصب بمصلحتك، مرحلة مهمة مزدهرة على الصعيد المهني والاجتماعي وحتى الدراسي والأكاديمي، بيحمل لك الأجواء الحلوة أيام جيدة جدا على كافة الأصعدة الصحية الفكرية المعنوية الدراسية وحتى المهنية، بتخليك تكسب قضية وتحقق النجاح، وممكن تتلقى أيضا مبلغ من المال بيكون على شكل مكافأة على أعمالك أو عرض غير اعتيادي بفوق توقعاتك. كمان رح تكون عم تعيش يومي الثلاثة والأربعة ظروف جيدة جدا بتتناغم مع أفكارك وتطلعاتك تحت تأثير المربع الفلكي من القمر المكتمل والخسوف من برج الثور والشمس من العقرب يلي بخليك تتعرف على أوساط جديدة بيفتح قدامك أبواب احتمالات بعيدة، فترة واعدة وزاهرة بتخليك تشعر بالثقة بالنفس والانطلاق على أساسات ثابتة ومتينة. بخف الوهج الفلكي بعطلة الأسبوع مع انتقال الأمر لمواجهة برجك بالجوزاء الخميس والجمعة، انتبه من بعض الأحداث يلي رح تطرق، أيام صعبة متقلبة مليانة بالمسؤوليات والمتطلبات، من الضروري إنك تكون منتبه وحذر وتبتعد عن الأزمات، كبر عقلك وكون ناضج وابتعد عن المشاكل وحتى الصراعات تتجنبها وتجنب النزاعات مع بعض المتعاونين أو الزبائن. بيبقى على مواليد العشريتين الانتباه من تأثيرات تراجع المريخ بالجوزاء أيضا الضاغطة. عاطفيا كمان حياتك مش ولا بد تشهد حياتك بعض المناوشات والشكوك والحرتقات، وجود الزهرة بالعقرب بموقع معاكس بيبشر بانفعالات كبيرة وبسبب بعض الإربكات بحياتك العاطفية والعائلية وحتى الشخصية، بخليك تعيش هواجس شكوك وبيطرح قدامك تساؤلات وملاحظات، بتقدر تدقق بكل شيء بيحصل معك على الصعيد العائلي بهدوء، أما العازب بيحتار بأمره وما بيعرف كيف بده يتصرف. ما تسعى للمستحيل، حاول أنك تعيد النظر بعلاقتك المتأرجحة.